النهارده ذكرى ميلاد واحد من اساطير القلعه الحمراء، وواحد من الرموز التاريخيه للرياضه المصريه، وواحد من ابطال الجيش المصري العظيم، الفريق اول عبد المحسن كامل مرتجي. رمز عظيم اشتهر بعشقه للقلعه الحمراء، وكان له جمله شهيره يرددها دائما، وهي عظمه مصر موجوده في النادي الاهلي. الفريق مرتجي تولى رئاسة النادي الأهلي من سنة 1965 بتوصية من الرئيس جمال عبد الناصر، وتوفى في الخامس من نوفمبر 2013 عن عمر يناهز 97 عاما، تاركا إرث من الحب والاحترام ومسيرة طويلة من الإنجازات. تعالوا نطلع نشوف هذا التقرير عن الفريق مرتجي ومسيرة مليئة بالإنجازات على المستويين العسكري والإداري. عبر تاريخه العريق ومهما اختلفت الأزمنة والأشخاص، يبقى حب الأهلي هو المراد ورفعته هو الهدف الأسمى. عظمة الأهلي تكمن دائما في محبيه، رئيسا أو مدربا أو لاعبا. الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي، أحد الرموز التاريخية للرياضة المصرية، واحد أبطال الجيش المصري العظيم. كان قائدا عسكريا يحمل كرامته فوق كتفيه، معتزا بنفسه بقدر اعتزازه برتبته العسكرية. هو الرئيس التاسع للقلعة الحمراء لفترتين. ولد الفريق أول عبد المحسن مرتجي في مثل هذا اليوم، الخامس من مايو عام 1916 بمحافظة الشرقية. تخرج من الكلية الحربية عام 1937، تولى قيادة القوات العربية في اليمن خلال الفترة من عام 1963 حتى 1965. حصل على نجمة الشرف العسكرية أثناء حرب اليمن في إبريل من عام 64، ثم تولى قيادة القوات البرية قبل أن يعود مرة أخرى إلى اليمن عام 1966. اشتهر الفريق مرتجي بعشقه للقلعة الحمراء، وكان له جملة شهيرة يرددها دائما، وهي عظمة مصر موجودة في النادي الأهلي. تولى بعد تقاعده رئاسة النادي الأهلي في الستينيات والسبعينيات، واستلم المهمة لأول مرة بتكليف رسمي من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الفترة من 15 من ديسمبر 1965 إلى 13 من يوليو 1967، لوضع قلعة الجزيرة على الطريق الصحيح ليلقب برجل الحرب وكرة القدم. عاد الفريق مرتجي مرة أخرى لرئاسة القلعة الحمراء، ولكن هذه المرة بالانتخاب في الفترة من 8 من نوفمبر عام 1972 حتى 12 من ديسمبر عام 1980. شهد معه النادي الأهلي طفرة مميزة على صعيد البطولات، حيث حصل الأهلي على بطولة الدوري العام في 5 مناسبات وبطولة كأس مصر في 3. ظل الفريق مرتجي يتردد على النادي حتى آخر أيام حياته قبل وفاته في 5 من نوفمبر 2013 عن عمر يناهز 97 عاما، تاركا إرثا من الحب والاحترام ومسيرة طويلة من الإنجازات والنجاحات على المستويين العسكري والإداري، يقدره ويثمنه جمهور الأهلي في كل مكان. رحل جزء من التاريخ، لكن تبقى جزء آخر منه، وهو نجله المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، الذي يسير على نفس نهج والده في عشق النادي وخدمته من أي منصب، ليثبت أبنائه المخلصين دائما أن الأهلي فوق جميع أبنائه. وربما هذا المبدأ الأخلاقي الكبير هو أحد دعائم نجاحه الكبير في تحقيقه للبطولات والإنجازات.